شهد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ومحافظ القليوبية دكتور علاء عبد الحليم شهدا جانبا من توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على بعض الأسر بالمحافظة، حيث تم توزيع عدد 4 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار 45 طنا تم تخصيصها للمحافظة توزع على دفعات متتالية. هي الدفعة الثانية من توزيع لحوم صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف في عدد من المحافظات ومنها القليوبية التي شهدت توزيعا ل4 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مدنها بحضور وزير الأوقاف وعدد من القيادات والمسؤولين. الكمية اليوم 4 أطنان من خلال 45 طن مخصصة لمحافظة القليوبية، بنؤمل نغطي مساحة واسعة وتتواصل أعمال الخير، لأن ده فضل الله عز وجل. والحقيقة في الوقت اللي احنا شغالين فيه الآن مجازة وزارة التموين بتواصل مسألة التعبئة والتشفية، أما مسألة الذبح فقد تمت كاملة في الوقت الشرعي للذبح. مشروع صكوك الأضاحي من أحد المشروعات اللي بتعتبر ناجحة ولها مردود وعائد، شعر بها كل مواطن، شعر بها حتى يعني المواطن العادي. يمكن هذا العام المنظر الحضاري والتوزيع والتعبئة بصورة يمكن يعني طبية وصحية مناسبة جدا. منح الأسر الفقيرة والمحتاجة مساحة من السعادة والرضا بتوزيع لحوم الأضاحي عليهم من خلال كشوف معتمدة هو ما عملت به الأوقاف في منظومة توزيع اللحوم على الأولى بالرعاية، ليس في محافظة القليوبية فقط إنما على مستوى محافظات الجمهورية كافة. احنا من ضمن الناس الفقراء اللي خدنا الحمد لله، ما تخرجش علينا الأوقاف بكل حاجة، وكل سنة طيبين بعيد القوم، واستلمنا الحمد لله والفقراء كلهم استلموا المحتاجين وكل اترضى الحمد لله رب العالمين. نحن نصل إلى الكفور والنجوع والقرى وجميع الأماكن التي هي أكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، لنصل إلى المستحقين بكل عزة وبكل كرامة دون إهدار لكرامة أحد، لأنه هو حقه علينا. وتستمر خيرية وزارة الأوقاف في أنشطتها الإنسانية الخاصة بمشروع لحوم صكوك الأضاحي لتسهم في مساعدة الآلاف من المحتاجين والتخفيف من وطأة الاحتياج بكل عزة وكرامة. من محافظة القليوبية وليد هيكل للتلفزيون المصري.